قام هذا الاحتلال المجرم بمنع أهلنا في باكا من فتح بيت عزاء للشهيد، وهذا استمرار لسياستهم الإجرامية وتسلسلهم في العمل الإجرامي. وإحنا في مخيم جنين، هذا المخيم اللي يعني ينبع منه الأحرار كالبراكين، قرر أهالي الشهداء أنهم يقوموا بفتح بيت هذا العزاء لأنه وليد الدقة هو شهيد، هذا شهيد فلسطين كلها، وهنا تتكاتف هذه السواعد إن شاء الله رب العالمين حتى يكون هناك في المستقبل الحرية اللي كان يحلم فيها شهيدنا وليد الدقة أبو ميلاد. وليد الدقة تشرف بأن التقيته في عام 2002 بعد خروجه من معركة مخيم جنين وخروجه من التحقيق إلى سجن شطة. تلكفنا على باب السجن وليد الدقة وتعرفنا على وليد الدقة في داخل السجن، هذا المقاتل المناضل القائد الكبير الذي لكان مبتسما فرحا يزرع الأمل فينا ويزرع الصمود والثبات. كان دائما يحاول أن يزرع الثقافة والوعي والتعليم الأكاديمي، أنهى دراسة الماجستير في داخل سجون الاحتلال، وأيضا كان دائما في دراسة مستمرة، حيث كنا داخل دائما في داخل السجن نقوم بعملية مراجعات نقدية لبعض الكتب حديثة النشر ويقوم بتدوين هذه المراجعات. وليد الدقة الذي دائما كان في حركة مستمرة يزرع أمل في قلوب شبابنا وأكد على هذه الحياة المستمرة بزواجه من سناء دقة عام 1999 في سجن عسقلان، وأصر أن ينجب طفلا أو طفلة، كتب لها رسالة قبل إنجابها بتسع سنوات وكانت ميلاد الحرية. وليد الدقة الذي تجاوز بكل صراحة الحزبية، وهو قائد في الجبهة الشعبية قائد كبير، ولكن تجاوز الحزبية إلى فعلا مفكر وطني ومفكر عربي ومفكر أممي. كل من يقرأ وليد الدقة يدرك هذا المفكر الأسير، أنا أسميه المفكر الأسير في داخل سجون الاحتلال الذي لم يرى النور لأكثر من 38 عاما، وأراد رب العالمين أن يكون شهيدا داخل سجون الاحتلال في ظل ظروف يواجه فيها الشعب الفلسطيني الإبادة الجماعية في قطاع غزة، المحتل الحبيب الذي يواجه بصلابة وصمود لهذا الاحتلال الصهيوني المجرم. ونقول للاحتلال من داخل مخيم جنين، ما يربط وليد الدقة ليس فقط كتاب يوميات معركة مخيم جنين، ولكن ما قام به القائد الكبير زكريا زبيدي عندما خرج من نفق الحرية وهو يرتدي قميص وليد الدقة من أجل أن يحرر قميص وليد الدقة خارج السجون. هذه الرسالة المعنوية التي تربط وليد الدقة في مخيم جنين تؤكد على أن أهالي الشهداء في مخيم جنين ما زالوا قابضين على الجمر، ما زالوا يؤكدون على أن باكا الغربية ومخيم جنين وجنين هي وطن واحد لهذا الشعب الفلسطيني العظيم، ولن يهدأوا ولن يكلوا، وسيبكون الملتزمين بوفاء الشهداء وعهد الشهداء، عهد وليد الدقة وكل أسرانا الذين استشهدوا داخل سجون الاحتلال حتى نيل الحرية. كل أسرانا الأبطال.